منذ نحو سنة وحدها الحكومة من بين السلطات الدستورية اللبنانية الثلاث تمارس مهامها، لكنها اليوم مهددة بالتعطيل مجددا إثر تلويح وزراء التيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون بالاستقالة اعتراضا على ملف تعيينات القادة الأمنيين في ظل إصرار التيار على تعيين قريبين منه. ليست سياسة تعطيل المؤسسات بطارئة على المشهد السياسي، والأمثلة على التلويح بالتعطيل من قبل الكتل السياسية في المجلسين التشريعي والتنفيذي كثيرة. حين عطلوا جلسات مجلس النواب طويلا بعد في أزمة في ظل حكومة الرئيس السنيورة، وعطلوا كل المراسيم الصادرة عن حكومة الرئيس السنيورة إلى اليوم لم تبت في مجلس النواب. الموازنة عالقة منذ 10 أعوام لأنهم لا يريدون الاعتراف بالمرحلة السابقة وإقفال اليد. نصف عهد الرئيس سليمان يعني استهلك في عملية تشكيل الحكومات، كذلك الأمر في بهذه الطبائع التعطيلية، وصولا إلى الأسوأ إطلاقا منذ سنة إلى اليوم، منذ سنة تماما نحن على أبواب 25 أيار، الأزمة الرئاسية. الشلل الذي يحكم العديد من المؤسسات ينسحب على الرأي العام، فيما تبقى محاولات المجتمع المدني للتغيير خجولة تصطدم بعوائق لعل أبرزها تركيبة النظام اللبناني وغياب مفهوم المواطنة. كل الطبقة السياسية الموجودة ما قادرة، اللي موجودة اللي حاكمة بالبلد ما قادرة تصيغ تفاهماتها، فبيضطروا يلجأوا للتعطيل ليقنعوا. أما ليه المواطنين ما بيعترضوا؟ لأنه ما في مواطن أساسا، يعني في آليات منفعة مفوتين اللبنانيين فيها، اللي هي المذهبية والطائفية أو الحروب والمعارك الموجودة، اللي هي بتعطل أنه يكون في مواطن أو بتعطل أنه يكون في دولة أساسا. خرجت إلى الضوء على مدى السنوات الماضية ملفات فساد كثيرة، لكن الولاءات الحزبية والمذهبية حالت دون ولادة أي ملامح للمصلحة العامة، وقلصت في دور المجتمع المدني في المراقبة والمحاسبة. أثبتت تجارب الحكم في السنوات الماضية أن مفهوم التمثيل التوافقي داخل المؤسسات يتحكم بكل مفاصل الدولة، وبه تغدو سياسة التعطيل سلاحاً يلوح به كل طيف سياسي أو مذهبي في البلاد في ظل عجز عن إنتاج تفاهمات وطنية تتخطى حدود المصالح الحزبية الضيقة. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.